بهاي العملية معرفتنا عنها نشر الوعي عليها ونقول الصوت لكيف شو بده يكون دور الشباب. الشاب فقد المصداقية، أنا بنقول واقع. وحققت الأردن أقل نسب تفاوت ما بين التعليم بالدلاء في الريف والمدينة. إدماج الوعي الاجتماعي في البرامج والسياسات والخدمات والمشاريع والموازنات والتنمية. 70% لأغراض الزراعة، 20% لأغراض الصناعة، و10% للأغراض المنزلية والشرب. الوقت للأردن لأنها تتخذ خطوات جادة في التنمية المستدامة. ممكن ترتيب الأهداف ممكن يفرق مش بس من دولة لدولة، لا ممكن يفرق برضه من محافظة لمحافظة. إيد حمراء. دور اليونسكو كان له إضفاء دولي وصفة دولية، وهذا كان مهم بحيث أنه اليونسكو هي تابعة بالنهاية للأمم المتحدة، وهذا شيء جداً بدعم التنمية المستدامة للمستقبل، بحيث أنه الأردن هو جزء من منظومة دولية، فلابد أنه يكون تحت غطاء أممي لحتى يكون في نوع من الجدية في تنفيذ التوصيات اللي راح تكون ما بعد هذا المؤتمر. اليونسكو له دور كتير مهم، لأنه من خلاله هو عرض علينا، اللي أعطانا دعم معنوي كمان، اللي من خلاله عرض علينا الأهداف. إحنا شفنا الأهداف بطريقة كتير واضحة، بطريقة كتير مركزة، وخلتنا هاي الأهداف إحنا يعني نحطها قبلنا ونمشي حسبها من خلال كل الوقت وإحنا نشتغل بالمجموعة. المؤتمر هو عبارة عن حصيلة تعاون ما بين يونسكو، مكتب عمان، وتضامن سيجي. السبب انه احنا يعني المؤسستين مأمنين بأهمية دور الشباب في تطبيق أجندة ما بعد 2015. بالهدف الثالث حتى يتم تحقيق ذروته في عام 2030، نتوقع هذه مسؤولية كل حدا فينا موجود في هاي القاعة وبراها. احنا بصدد النقاش على المحاور اللي هي طرحة الأهداف 17، عم نتناقش عليها، كل حدا بيحكي لنا ايش رأيه من الأهداف الموجودة وايش أهم الأهداف فيها، كيف الأفكار اللي احنا نحطها ونشتغل على الأهداف حسب كل واحد منطقته ايش الهدف الأهم فيها. الاقتصاد هو عبارة عن سياسة، قبل ما يكون في عدالة في عندي مصالح دول، أنا بعطي الأردن المنظمات تعطيني، ما تعطيني إلا أجل والله لعيوني هاي حدا. في عندها أهداف، في عندها شغلات لازم تحققها، أمور سياسية في البلد. يونسكو مش خبراء، احنا بنوصل وجهة نظرنا اللي احنا شايفينها اللي الخبير الاكاديمي او الخبير العملي ما بيكون شايفها. راح احكي اليوم بمنظورين مترابطين جدا. المنظور الاول بصفتي كشاب اردني بعاصر كثير من الفوضى الاداريه بحق المدينه وتخطيطها وقصص الرؤيه المستقبليه لحالها، والمنظور الثاني بصفتي طالب هندسه معماريه اعي تماما ايش بيعني التخطيط العمراني واستدامته.